السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى والله ديما تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، غادي نصوبوا واحد القريشلات كيجيو زوينين، وبصراحه الا جربتهم ما تستغناوش عليهم. غادي نقول لكم المقادير. نحيدوا بعدا تينا الطحين، هاد القصيعه ديال اينوكس فاش غادي نعجن. راني غير كيف غسلتها وربلت فيها الطحين ديال الزرع، الطحين ديال الزرع حيت منو الحمراء. عندي مغربل غير غادي نعاودو معاكم، ها هو. غادي نديرو القياس اللي غادي نديرو قياس واحد. درنا زلافة ديال الزرع، دابا غادي نديرو ديال الفورس، واللي بغى يدير الفينو يديرو. انا عندي الزرع، درت الزرع. هادو جوج، الطحين ما فيه حتى شي حاجه، غير هذا مكيس في الخاطر وصافي. هذا التغربل اللي كنغربلو، هذا ما كيبقاش شك ربما نصيبو فيه شي حاجه، ولكن حسن الواحد يحيد الشك. دي هنا المجموع 4 ديال الزلايف، ها هو ما فيه حتى شي حاجه. نخلطو الطحين الرطب مع الحرش ديال الفرس، طحين الزرع حرش شويه باش كيجيونا قريشلات زوينين. دابا غادي ندير الجنجلان، واحد جوج معالق ديال الجنجلان منقيين، شي معلقه ونص ديال النافع حتى هو نقي، 4 ديال الزلايف ديال الطحين. درت فيهم زلافه ما معمراش بزاف بحسب باش ما يجيوش حلوين بزاف، زلافه ديال السكر. غادي نديرو خماره حمراء، غادي نديرو بيضة كاملة، وحدة غادي ندير غير البيض باش غادي نخلي الصفر. نخليو الصفر للدهن، عندي هنا واحد معلقة ونص ديال الخميرة ديال العجينة، غنزيد عليهم معلقة ديال الفورس، ونزيد عليهم شوية ديال الماء، ونخليها تفاعل لي شوية، مبغيتش نديرها مع السكر مع سنيدة. نتوما عارفين ملي كتبحال لي كتزوى مكتبغيش تخمر. غادي نديرو هاد الكاس ديال دانون أو اليوغور، أي دانون بغيتوه ديروه، ديروه المسوس ولا الحلو. أنا درت الحلو. القريشلات باش غادي يجيونا زوينين، خصنا نتهلاو فيهم. نص كاس ديال الزيت عبرت بداك الكاس ديال دانون،
على ما تفعلنا شويه الخميره عاد نخلطهم. بعد ما طلعت مع الخميره شويه درنا كبينا الخميره، الخميره ديال العجينه، اللي عنده الفوريه يدير الفوريه واللي عنده هذه يديرها عادي، المهم كلشي غادي يخمر. دابا غادي ندوز نخلطوا هاد البيض وهاد الخميره على دانون ناشفوا، واللي ما ناشفش اللي بغى يعوض دانون بالحليب عاوتاني يعوضو. انا عاودت الحليب درت دانون. المهم اللي غادي خصنا غير شي حاجه اللي غادي تعطي نكهه زوينه للقريشلات، وتوعهم ما زوينين، ما غادي نعلكهم ما والو، غادي نخلطهم هكا مزيان. هنقطع منهم الطحين، الماء انا درت بلا عبار على حساب الخالق. دابا غادي نديرهم في هذا الميكا بلاستيكا، غادي ندهن يدي بالزيت وغادي نجمعهم نديرهم في البلاستيكا، وغادي نعلكو راسهم راسهم راسهم، ما غادي نعلكهم ما والو. غادي نجمعها هكا غادي نجمع هاد الجنب القاتلي. غادي نخليهم هكا في البلاستيكة يخمروا راسهم، فونطوار بالنسبة للرخامة سخونة. غادي نخليهم واحد شوية نولي، غير مع ليه مية تزويف ونخليهم. من بعد ما خمرتنا العجينه في الميكا، هي كي دايره خامره العجينه ما علكتها ما والو، غير خلطتها ودرتها في الميكا خمرتها علكت راسها. دابا غادي نحيدها من هاد الميكا، غنردها الاناء فاش عجنتها وعاد غادي نقطعها. غادي نحيد منها بعدا مع داك الهواء، الهواء ديال الخميرة. وتبارك الله العجينة الراسة علكت راسها الراسان بلا ما نعلكوها بلا والو، مبقراش كاع ما بقيت نعلكهم. هذه هي الطريقة اللي وليت كندير لهم، كيجيو قريشلات يا سلام بلديين، ونفس الطريقة ديالهم سهلة. شحال هذه كنا كنعجنو ونعجنوهم نعلكو ونديروهم نقرصوهم نديروهم فوق الطبلة، كنا كنتعذبو معاهم كيبغوش يخمرو لنا هادو في البلاصة كطيبهم. صراحة كيجيو فنين، كيجيو بحال تقريبا بحال ديال الزنقة، هما مصوبين بنادم مصوبهم راسو في الدار. نديرو شوية ديال الزيت باش كي العجينة مكتلصق لناش في يدينا، حيت العجينة خفيفة بزاف. نديرهم غير صغار
ما نديرهمش كبار بزاف. بغيت كيجيوني هكا اسهل، ما كاين دغيا دغيا كنصوبهم هكا في هكا في واحد جوج سوايع ولا ثلاثه كيكونوا القراش الواجدين. وبالنسبة على المكونات اللي فيهم بلديين، ولكن على الطريقة كيجيو روميين. اللهم تبارك الله، شحال تبارك الله، شحال خرجوا، بحال كنديرهم غير صغيورين، جايين غير صغار ماشي مكبراهم باش يجيوني كبار بزاف. هنايا صفار ديال البيض، شوية ديال المسكافين، نخلطهم باش كيجيو محمرين زويونين على الوجه الوجيه ديالهم. غادي ندير الملعقة جنجلان لا والو في الوجيه ديالهم. صافي الجنجلان راني دايره في وسطهم. كيجيو زوينين بصراحه والله الا غير جربوهم البنات كيجيو فنين. نتمنى من الله جربوهم ويعجبوكم، وما تنساوناش في اللايكات وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو مع الخوت والحباب. بصراحه بلا بكم ما كاين والو، بصراحه نتوما اللي مشجعينا، والقناة عندي فيها شوية ديال المقاطع طالعاش مزيان. نتمنى من الله ديروا مشاهدة وتستافدوا نتوما حنا باش نديروا نزيدوا لكم الجديد. شي شهيوة ولا شي حاجة نصوبوها قناة فاتي الداودي، تبارك الله راها قديمة، خصها شوية ديال التشجيع. هاهما كي جايين بعد ما طيبتهم، نزوقهم بشوية ديال الشكلاط. عولاد بنتي هنايا كيحماقو على هكا، تاع انتوما عارفين الدراري كيبغيو الشكلاط، علاش ما نزوقهمش هكا كيبغيوهم الوليدات. نستمر فيهم كلهم هكا، نزوقهم مراهم مازالين سخونين. تبارك الله منفوخين ومفجفجين من الداخل، بحال راهم بحال ديال تقريبا بحال ديال الزنقه. غير هادو مصوبين على اليد وفي الدار، كتعرفوا شنو كتصوبوا شنو دايرين فيهم. حسن الواحد ساهلين الواحد يصوبهم في دارو خير له. والزوق بالنسبه للزين باش ما بغيتو تزينو، زينو بالشكلاط، زينو بالكوك، زينو بالكونفيتير ولا بالعسل باش ما بغيتو، بيرميسيل ديال الشكلاط باش ما بغيتو تزوقوهم. بصراحه كيجيو زوينين. هما من الداخل كي دايرين صراحة جايين فنين. الطريقة ديالهم سهلة بسيطة غي دغيا.
جايين صفان، جايين بحالهم بحال البونج. فنين، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.